أقول ليش اهتم، شايل بقلبي هم، يا مطعنوني ناس، يا مطعنوني ناس، يربطني فيهم دم. لا تقول ليش اهتم، شايل بقلبي هم، يا مطعنوني عينوني ناس، يربطني فيهم دم. هذا الاسم ورقم التلفون قدامي، والحين راح نسلمها ولدها، إلا إذا كنتوا بتنكرون إن هذا ولدها. هذا شيء ثاني. سلمان إيش فيك ساكت؟ إيش اللي قاعد يدور في راسك؟ قول لي. ملل. ممكن أخذ راحتي معك بالكلام؟ يعني ما تزعلي مني. سلمان ايش قاعد تفكر فيه؟ منال بقولك اللي براسي، بس توعديني ما تسألي مني. سلمان تكلم خلصني. موضوع اختك دانا. ايش فيها دانا؟ يعني موضوع انه يكون عندها ولد وهي ما تزوجت ولا متزوجة. تشوفينه عادي؟ اشوفك سكتتي وما رديتي علي. اذا هلي سلون ايش بقول لهم؟ قول لهم مهي بنتي دانا، مهي بنتي انا، ما ربيتها. منال بنتي وانا اللي ربيتها واعرف شلون ربيتها. دانا يوم امها ماتت كان عمرها 5 سنين، يوم تزوجت ابوها الله يرحمها كانت صغيرة وكانت عنيدة، كانت دايما توقف مع ابوها ضدي. أنا ما ربيتها، قول لهم أنا ما ربيتها. على ابنك عمتي. سلمان، سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شفي سلمان؟ عسى ما شاء الله. سلم عليه ما يرد السلام، ما يعرف صنع عاي. كله من دانا، كله من دانا. سودت ويهنا قدام الناس، عسى الله يسود ويهنا إن شاء الله. علي يبا حاسب. يبا يبا قوم، يبا 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 قوم، يبا يبا. وهذا كل اللي صار تحت عيوني، لقيت نفسي. اي نخلهم يدعمونك وطيح قلوبنا احنا. تضحك. تعال انت بعدين سالفتك. لما انت بتنشدي يا اخوي تزوج وريح نفسك، وانت بحق شغلك ولدك اللي مسكين يوم عند خالته ويوم عند عمته، كل يوم في بيت. انت من صدقك اتزوج؟ ومني هذه راح ترضى فيني وتحمل مسؤولية ولدي وامي؟ انسى انسى. انت انوي بالاول واحنا بندور لك. ما شاء الله بنات الحلال وايد.
طلال انسى، ترى هي ما راح ترجع لك. العلي ولدي وينه؟ ما ادري. انا حتى امك لما اتصلت فيني سالتني عنه. شلون ما تدري؟ ما تدري ولدي وينه؟ خلنا نروح ندور عليه. وين تروح له؟ انت لازم تتم في المستشفى. ايش قاعد تقول يا سعد؟ طلال يا سعد، طلال انتبه على نفسك يا طلال. شو تسوي؟ انا بروح اسال عنه. طلال ايش فيك؟ دكتور يا يمه صبري تكفين، وين بتروحين بروحك هالحزه؟ بروح ادورهم باي مكان. تعالي تعالي يا يمه، يا حبيبتي تكفين، تعالي قعدي وارتاحي. يا ربي حتى سعد اتصلت له تعالي ما رد علي. مو مشكله يا يمه، انا الحين بدق على سعد وابشرك رايلي جاي في الدرب بيروح معك كل مكان. يا ريت كلمي، بس كلمي سعد. مو مشكله، صبري يا يمه صبري، هذا هو جاي في الدرب. شوفي وين وصل. حاضر. ماما دانا تعالي حبيبي، شلونك يمه؟ خير. انت وينك؟ شو اللي جايبك هني؟ هذا الولد، هذا مو هو ولدك؟ ولدي علي، ولدي حبيبي. انا شفت طال عمرك، قلت لك انا عارف انتوا غلطانين. هذا سلمك الله ولد اختي هيا، وهذه اختي دانا، يعني هذه مو بامه. ايه علي ولد اختي هيا، بس انا اللي مربيته وهو متعلق فينا، عشان كذي يقول لي امي. حياتي مو حياتي. اسف على سوء الفهم. اللي صار لما سالنا علي عن امه علشان تجي تستلمه، قال اتصلوا في امي دانا واعطانا رقمها، علشان كذي اتصلنا فيها علشان تجي تستلمه. علي ولد اختي هيا، بس أنا اللي مربيته، متعود عليه ومتعودة عليه، عشان كذي ناديني ماما دانا. أكرر اعتذاري. حصل خير أخوي، أهم شيء ولدنا بخير، تطمنا عليه الحمد لله. طال عمرك يصير ناخذ الصبي ونتوكل؟ إيه نعم طبعا، تفضل. زين أبوه؟ قصدي أبو علي، ما في أي خبر عنه أخوي؟ ما سمعتوا عنه شيء؟ لا يا خالتي والله ما عارف علي وينه. واللي سلمك وين راح لصبي؟ ما ادري، يمكن فريج يلعب ولا شيء، ما ادري. عمتي الحمد لله البلد امان، وين بيكون؟ اكيد عند ابوه. الله يخليك يا ناصر، روح اسال اختك دانا، يمكن هي تدري وين مكانه. يا خالتي دانا مو بهني، دانا ما ادري ويني. دانا في مركز الشرطه. يما واللي سلمك ما له داعي هالكلام. واللي سلمك شنو اي كلام؟ هي تسال وانا جاوبت. سالم امش، بس امش. يما شو اللي سويتي واللي سلمتش؟ نصون شو اللي سويته؟ شوف عاد لا تعور راسي، ترى اللي فيني مكفيني. شو اللي فيك وشو اللي مكفيك يما؟ ما له داعي يوم طلعت، تدري ان اختي في المركز. وانا ما كذب، اختك دانا في مركز الشرطه. يما انت ما تكذبين حشاك، بس ما له داعي، البريج يدري اختي مو ماخذه بطوله. يما شوف عاد، إذا ما دروا اليوم باكر بيدرون، ماكو شيء ينخش بهالفريج. لا والله الوالدة بخور السوق صدق. لا الحمد لله اللي هو منيح، من هلا بكرة الصبح إن شاء الله راح يصير أحسن، بس يا ريت تضل نايم ومرتاح. الله يهدى، إحنا قلنا له لا تتحرك. هالإبرة اللي أخذها هي رح تضل منومته من هون لبكرة الصبح، ونحن موجودين رح يضل تحت المراقبة إن شاء الله. مشكور يا دكتور. لا شكر على واجب. بالسؤال، بيقربك المريض؟ ولد عمتي نحن ما عندنا أي معلومات عنه، فياريت لو سمحت مر على الاستعلامات وتسجل البيانات ضروري. إن شاء الله. أبشر يا دكتور. علي ولدي وينه؟ ارقد حتى وانت راقد بعد ما ريحنا. الو، هلا شيخه.
متى بترد البيت؟ والله ما أدري، عندي شوية شغل. أي شغل بس هالحزة يا أخو، أنت لازم ترتاح. أنا أقول تعال وارتاح، ترى العمر يخلص والشغل ما يخلص. شيخة عندي شغل مهم ما أقدر أخليه بروحه. من هو؟ لا لا أقصد يعني عندي شغلة مهمة ولازم تخلص اليوم. المهم أنت لا تنسين تعطين الوالد ذويته. إنزين إنزين، لما تيجي نتفاهم. نتفاهم شو عليه؟ صار شيء جديد بينك وبين ريلك؟ لا ما صار شيء، ولا حتى كلمني. أقول سعد، عمتي أم طلال اتصلت فيه قالت لك شيء؟ إيه والله اتصلت فيني تسألني عن طلال. ما قالت لك شيء ثاني؟ شيخة، في شيء؟ صاير شيء؟ لا سلامتك، مو بصاير شيء، بس مجرد سؤال. إنزين شوف، أنا بتم صاحية وبنطرك لين ما ترد. لا لا نامي أنتي، أنا شكلي بطول، بس المهم أنتي نامي وطمني بالك. ها يلا تصبحين على خير. تلاقي الخير. نسيت أسألك على بشرة، شلونها الحين؟ شلون صحتها؟ ألو ألو، زين يمه، إذا صار شيء ولا عرفتوا شيء كلموني وطمنوني شو يصير وياكم. أكيد يمه بحاتيها مو بختي. يلا مع السلامة. سعد صاير شيء؟ أمي تقول لي اختي دانا متصلين فيها الشرطة وطالبينها. باي الشرطة مرة واحدة؟ ليش؟ شو مسوية؟ طالبينها عشان تستلم ولدها. ولدها؟ متى عندها ولدي؟ شلون؟ متى؟ شو السالفة؟ ما أدري. الحين هي وأخوي سعود في الشرطة، اللي ردوا نعرف شو السالفة. كلمتك يا بدرية ونصحتك وقلتك بنتك هذه ما تنهد، وحاطة حشيمة حق أحد تطلع من البيت تدش البيت تسافر تروح ترد، أبد ما حد يسأل عنها ولا حد يكلمها، ما يجوز يعني. ولا كنا في ريايل في البيت. لحظة لحظة، أنت شلا تتكلم على أختي؟ خلاص يبقى أنا ريال غريب وما تكلم عن أختك ولا دخل بينكم. مرايلك هذه طلعها، روح هناك حل مشكلة أختك. اسمع عاد، دانا بنتنا ونعرفها زين ما زين، المشكلة أنت اللي ما نعرفك من وين طلعت ولا من وين جاي. صدق إنك قليل أدب وما تستاهل. وين اسمع، ترى الحشيمة مو قبلك، الحشيمة حق أمك، ولا عرفت أرد عليك الحين؟ عاد بس يا ناصر، اقعد اقعد. جاسم اقعد كمل اكلك. زين كذي ريال انا قد ابوه يقعد يرادني في كلمه بالثانيه، ما اقول له كلمه الا رد عليه بكلمتين. انا يا بدري يوم اللي تزوجتك بغيت اكون عون وسند علشان تربيه العيال، لكن ابد ما اقول كلمه الا سكتيني. ما تدخل في شيء اللي قلتوا لي. وقف، انت غريب لا تتدخل. خلاص انا ريال غريب، يلا حلوا مشكلتكم الحين. يا جاسم هو ما يقصد، هو زعلان من المصيبة اللي صارت. يما أي مصيبة تكلمين عنها؟ دانا أختي. أنت الحين بدل ما تعصب علي وعلى عمك جاسم، روح عصب على أختك، علمها، شوفها شو تسوي. منال شفيك ساكتة ما تتكلمين، مو أنت محامية دافعي عن أختك؟ ما عليك من منال، الحين المشكلة في سلمان، ما يندرى شي يسوي لما يعرف اللي سويته دانا بنت ليلى. أي سلمان معه حق، لأن السالفة شايدة عودة. هذه الأمور بيننا وبين بعض، أنت إنسان غريب ما لك شغل فينا. ما علي، أنا ريال غريب ما لي علاقة فيكم أبد، سووا اللي بتسوونه عسى إن شاء الله نار تحرقكم. لكن سمعوا، ترى أنا يا بدرية اللي أقوله واللي قاعد أسويه علشان مصلحتكم. الكلام اللي أقوله بيننا بين بعض أنت وأختك وأمك وأنا وما حد يدري عنه، لكن باكر اللي طلع الكلام برا ايش بتصيرون انتو كلكم؟ بتصيرون كلكم علج بحلج اللي يسوى واللي ما يسوى. انا عارف اللي يسوى ما يتكلم على بنات خلق الله، اما اللي ما يسوى هذا هو قال الكلام اللي عنده. انت بعدين معاك
بدرية شيل الأكل سدد نفسي. يا ولد الحلال كمل أكلك. ما أبي شيل يلا ولا تدري هاتي الأكل. أنا ما أعرف الأكل عشان واحد من الأشكال. تعال أمي تعال حبيبي هذا هو طلع علوي ولد اختي هيا اللي مكلمينا عنه مركز الشرطه يهود حاط حصب الشنطه وانت يا علي شو اللي موديك مركز الشرطه وين ابوك عنك حصلتوهم؟ لا شلون لا؟ رحت سألتوا عنهم في المستشفى؟ هاي مستشفى سألنا بعض المستشفيات لكن المستشفيات وايد زين سألتوا عنهم في الشرطة؟ لا من؟ ما أدري رقم غريب ردي يمكن يكون خوش طالما داقم رقم غريب إن شاء الله ردي ألو هلا دانا الحمد لله إيه أنا عند أمي شنو؟ علي عندكم؟ الله يهداك يا دانا ليش ما قلتينا؟ من المغرب ندور عليه هو أبوه أعطيني هذا هلا دانا وين طلال؟ خالتي أنا ما أدري وينه بس أنا متصلة بس عشان أطمنكم على علي طلال هو اليابة عندكم؟ إي أكيد هو اليابة بس أنا ما شفته شلون مرتبوك وناصر؟ يقول إنه مو عندكم لا هم ما شافوه لأنه كان راقد عندي بالغرفة انزين برجع أكلمك يما بس لأن عندي اتصال برجع أكلمك مع السلامة الحمد لله دام تطمننا على علي إن شاء الله أبوه يكون بخير إن شاء الله يكون بألف خير بس بعرف شيء واحد ليش للحين ما رجع البيت عمتي يمكن يكون مشغول أو سهران مع أحد من ربع اي يتصل يقول مو يخلينا كذي نحوس وندور عليه من مكان لمكان حاشا ايش فيك يا يبا ما له داعي هالخوف يعني انتي ما تعرفين اخوك المهم شيء واحد اللي محيرني ليش ما كلمني ليش ما يرد على تليفوناتي عمره ما سواه انه ما يرد على تليفوني سلمان أدري إنك قاعد تقرأ رسائل وما ترد أرجوك رد علي ترى موضوع أختي دانا مو مثل ما أنت فاهم سلمان الله يخليك رد علي يما يعني انت ايش حقه ما سالتي دانا ليش ماخذينها الشرطه صدقين راح عن بالي وليش تسالها هذا شيء شخصي ليش انت تدخل في امورهم الخاصه هي انا اعلمها هالحي الرقطه هذه ويا ولدها بيعرف شيء واحد ليش قالوا لي انه مو عندهم ما تدش المخ واضحه يما ما يبي لها تفكير ما تبيش تاخذين الولد وتخلينه عندك حامض على بوزها الولد ولدنا واحنا اللي نربيه وبيكون بيننا وعايش بيننا غير الطلال لي حكي ثاني معاه وما راح يشوفون الولد يوطوط عندهم بالبيت هين بس
الدكتور كلمني وطمني وقال لي في مستشفى في الخارج عندهم العلاج، وان شاء الله من باكر بروح اكمل اجراءات السفر ان شاء الله. اوه هذه عمتي متصله، ما ادري اقول لها ولا لا. سعد رد عليها وطمنها. الو هلا عمتي. هلا حبيبتي. لا بخير الحمد لله، انا في المستشفى. هي عند بشرة؟ الحمد لله بعشرك، هي بخير وعافية وتسلم عليك. طلال هي شفته؟ قصدي ما شفته، كلمته. ايه كلمته وهو بخير الحمد لله. ان شاء الله. خلاص 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 انا بكلمه وبقول لك كلمك. ان شاء الله عمتي، يلا مع السلامة. ما قدرت أقول لها. ليش ما قلت لها يا سعد؟ الحين بتعرف كل شيء، وهذا حادث، وأكيد الدكتور بيقول لك الحين بيطول في المستشفى. إن شاء الله باكر الصبح بأمر عليها وبايبها بنفسها المستشفى تطمن على ولدها. حرام عليك يا سعد، هذه أم مش بيصبرها للصبح؟ أنت مفكر أنها بتقدر تنام قبل ما تطمن على ولدها؟ بشرة عمتي لو قلت لها الحين بتحط عبادتي وبتي طيران المستشفى. على هواك. بتروح البيت؟ بروح الاستقبال أول شيء، أعطيهم بيانات طلال وبأشوف أروح البيت ولا الله يمكن أبيت عنده. بقول لك خير إن شاء الله. قلت لك مو بفاتحه، روح يا راشد. شيخو يعني مو بفاتحه الباب؟ لا ما راح ابطل الباب، ورجاء يا راشد ما بي مشاكل، اخوي سعد مو موجود في البيت. يلا روح شيخو. بطلين الباب غصبا عنك، تدرين ان انا عارف شو اسوي. اقول لك بطل الباب بالطيب ولا ترى مو بحسن لك. بطل الباب. مو بطل الباب، روح يا راشد. خلاص اتركني في حالي. سعد سعد. هلا هلا. صباح الخير. شلونك الحين؟ عسى راحت الدوخه. الله يهداك يا سعد، ايش خليتني انام للحين؟ انا اللي خليتك تنام، الدكتور اللي خلاك تنام عقب ما طحت علينا. سعد تكفى، روح نادي الدكتور، انا لازم اطلع من المستشفى الحين. ايش تطلع من المستشفى؟ اتجليت. لا ما انت بصاحي، تبي تذبح روحك. سعد مو بوقته هالكلام، تكفى روح نادي الدكتور خليه يشيل هالبرة. مو بنادي الدكتور، ايش رايك؟ وانت ما بتطلع من هني الا لما يرخصك الدكتور بنفسه. انا بشيلها بنفسي. طلال طلال ايش فيك؟ يا نيتن هذي تصرفاتي هالو. سعد تكفى لو تعزني صدق، خلني اطلع روح اتطمن على ولدي. تكفى يا سعد. كيفك مدام اليوم؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله. ما أجا حدا سأل عني؟ لا مدام. زوجك موجود؟ خليه يجي خلص إجراءات تسجيل الولد. شو رح تسموه مدام؟ عبد الله. الله يهديك، قلت لك لا تطلع إلا توقع تعاخد تطلع على مسؤوليتك. إيش فيك بعد، حاسس بشيء؟ ما فيني شيء، ما فيني شيء، بس وصلني لا تنسى تولدي علي وأخذ سيارتي واقفة هناك. هذه يمك متصلة، شو أقول لها؟ أعطني إياها. هلا يمه. إيش
فيك تصحين؟ يما ما فيني شيء، انا بخير، هذا قاعد اكلمك الحين، انا جايك البيت وبتشوفيني وتطمنين علي. صدقيني يما انا ما فيني شيء، انا بخير ان شاء الله. مع السلامة. نزل يدك. ما شاء الله كاشخ، ايش عندك طالع مبكر اليوم؟ مو بعوايدك، وين رايح؟ حنحن حبيبتي عن العيارة، وقول لي بسرعة يا حلو، وين رايح؟ عندي اليوم اجتماع مهم مع رجال أعمال أجانب. ما شاء الله، وانت من متى تقابل رجال اعمال اجانب؟ انت حدك غلوم وتاج السر. لا هذاك اول حنحن، الحين لا، الحين انا رجل اعمال مهم، اليوم جايني وفد ياباني من سوق الحراج اللي في طوكيو. خل عندك السوالف وتعال بك في موضوع مهم. يلا يلا اقعد. زين والجابانيز اللي ينطروني؟ خلهم عنك، خلهم عنك، لاحق عليهم. حنحن ترى انا مستعير، انا عندي اشغال. خل الشغل يولي، انا رعيت الحلال واقول لك اليوم اوف دي. حاضر. خايفه اسالك شنو ناوي تسوي، بس بصراحه انا احاتيك وحاتيه، يعني انتم اثنيناتكم اخواني. تطمني شيخة ولا تحاتي، خالد الله يهديه استغل مرض زوجتي وخذ الوصايا على ابوه، اصبحت مثل ما هو ابوي وهو ابوه. يعني انت مو بناوي تستأنف؟ لا وين استأنف، استأنف وخلص، وهذا حكم نهائي. بصراحة انا ندمان اني استأنفت، لانه خلاني اشوف عيوب في اخوي ما كنت ابي اشوفها. سعد ودي أقول لك شيء بس خايفة تضايق. أفا أنا تضايق من شيخان أختي حبيبتي الصغيرة؟ قولي قولي في خاطرك. عقب مشاكلي الأخيرة مع ريلي وإهاناتها لي، كنت مقررة أن أتمسك في موضوع الطلاق ولا أرجع له، لأني كنت أحس أن عندي إخواني سندي وعزوتي. بس الحين، الحين شنو؟ الحين أحس أني أنا بروحي، إخواني ضاعوا. تدري سعد، خلاص ما عليك مني، أنا ما عندي سالفة. لا تخافين ولا شيء، إخوانك ما ضاعوا، وخالد أخوي الصغير مهما ضايقني وجرحني أنا ما راح أزعل منه، أنا أعرف أتفاهم مع خالد لأني أعرف بالضبط وهو زوجته شيبو. الحين أبيك تقول للصج. أنا ما راح أتكلم إلا قدام محامي. راح أتكلم غصبا عنك وعن طوايفك. لا وبدون محامي. حاضر. قول يا سبع البرمبة، أنت ش عندك رايح محل أخت سعود؟ حنان حنان حنان، مو بكذي يحققون؟ يعني في التحقيق أول شيء يسألون شو اسمك، كم عمرك، وين ساكن، شنو سنابك، من هي مرتك، عقب يعني لك فيفة تبدأ يعني. لا تضيع السالفة وقول للصج وتحمل تشذب، ترى أنا قلبي ينغزني ويحس. إيه أنا أدري أدري إن قلبك جاهز كشف الكذب. اليابانيين مخترعين مثله بس على شكل كرسي مو بقلب. أنت يوم رحت المحل عند أخت سعود شفتها ها؟ كلمتها، قعدت معاها صح؟ إيه صح، أنا شفت شفتها يعني شوي من بعيد من بعيد. تبين الصج، هاي مو بحلوة مو بحلوة، أقولش تخرع تخرع أكثر منك. ها حنان، أقولش كلها عمليات تجميل، الوجه تركيب، بعدين إذا أنت قلبك
جهاز كشف الكذب، أنا عيوني جهاز كشف الجمال. تبين تعرفين شلون عيوني جهاز كشف الجمال؟ شلون؟ إن أنا عيوني اكتشفت جمالك، ولين اليوم مو براضي تشوف واحدة غيرك، ولا راح ألقى واحدة مثلك. يعني معقولة أنا أخلي هالجمال هالطبيعي وأروح حق الجمال الصناعي؟ شاهين روح، الجابانيز ينطرونك. فديتها لوي. الو، يس 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 مستر جابانيز، يس. ليش متصل فيني؟ ها؟ انت مجنونة؟ زين ايش تبغيني اسوي لك؟ ادري ادري انك مربيه، يعني اي لك المستشفى ايش اسوي؟ ارضع الياهل ولا اجيب لك حسو؟ انا عارف عارف سوالف الولاده، بيخلونك اليوم وباكر بيطلعونك. أعرف. شلون أعرف؟ أنا شاري من مستشفى الولادة بضاعة. يعني شنو بضاعة؟ أكيد مهم مواليد مستعملين، شاري منهم أثاث مستعمل. يا مرام خلاص. شنو؟ أنت مجنونة؟ إيه مجنونة. اسمع شاهين، تصرف أو بترك الولد بالمستشفى وبفل واستفل. لا أنا ما بقى بدي أعقل، هيدا البيبي مش ابني لحالي، إذا بيو مش سائل عنه ولا حتى عني، شو ما في إحساس؟ أنا ما بقى فيي أتحمل أكتر من هيك، بكفي إني متحمل يكون مرة بالسر، مع إنه أنا الأولى مش هي. قدامك ساعة، إذا ما تصرفت رح أترك البيبي وأظهر من المستشفى. منال صار لي ربع ساعة قاعدة ما تبين تكلميني ولا تطالعيني، إذا منحرجة مني أنا مسامحتك. خوات ما بينهم سعد، بس إذا كنتي قصدي ما تبين تكلميني ولا تبين تطالعيني لأنك قاعدة تشوفين إني أنا السبب في اللي قاعد يصير بينك وبين سلمان، منال منال أكلمك طالعيني. منال أنا مالي ذنب، أول مرة أشوف سلمان بهالعصبية. ما عليه، وبس يفهم الموضوع بيلين عندك وبيعتذر منك. اتصلت له ما رد، طرشت له مسجات عشان يرد علي وما رد، ولليل ما نمت قلت يمكن يتصل لي أو يطرش لي مسج عشان أرد عليه، ولليل أفكر إن سلمان خلاص بيروح ويخليني. منال المشكلة كانت سوء فهم وانحلت. أحياناً سوء الفهم والعيلة يهدمون بيوت. تخبرين يوم سالفتك معاه، يوم كان يتغشمر وقال لك خلاص أنا بسافر وبخليك، حركتي فستانك وقررت إنك تخلينه، وهذا هو سوء الفهم تكرر مرة ثانية معايانة. أختك تكلم عني وانت تميتي تصحين طول الليل وتحاتين خايفة انه يخليك،
حقك انقهرين، انا ما الومك، لان في النهايه الذنب مو بذنبك، الذنب ذنبي انا، حتى لو كنت ضحيه سوء الفهم والخطا. دانا منال، لا تقولين لي شيء، لان اللي بتقولينه لي ما راح يغير شيء ولا بيأثر فيني، لاني ما كرهتك ولا اقدر اكرهك. المحامي اللي ما يدافع عن موكله وهو مؤمن ببراءته ما يحتاج نسأله إذا خسر القضية أو ربحها.